أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. السيدة الرئيسة، السادة القضاة، ألتمس منكم السيدة الرئيسة تعيين أحد السادة القضاة من هيئتكم الموقرة وبدوري وعين السيد وعز الزيادي النائب الأول لوكيلة الملك لمصاحبة السيد عبد الكبير الرشيد إلى هذه القاعة، والذي قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده تعيينه رئيسا للمحكمة الابتدائية بالمحمدية، ثم إصدار أمركم للسيد كاتب الضبط لتلاوة قرار تعيينه ودعوته للالتحاق بمقعده مع تحرير محضر بكل ما راجع في هذه الجلسة للرجوع إليه عند الحاجة. نعين الأستاذ إيمان طريف من ضمن أعضاء هذه الهيئة لمراقبة السيد رشيد عبد الكبير صحبة السيد الأستاذ زياد أبو عزة نائب وكيلة الملك بهذه المحكمة. المستشار لمحكمة السيد عبد الرباط تحت إشراف السيد الرئيس الأول لمحكمة السيد في بها. الموضوع تعيينكم للقيام بمهام رئيس المحكمة. سلام تام بوجود مولانا الإمام، دام الله النصر والتأييد. وبعد، فرعيا لما اقتضته المصلحة القضائية وبناء على القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورة شتنبر 2023 بتعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة وموافقة الجانب الشريف أسماه الله عز أمره. بناء على دستور المملكة المغربية وخصوصا الأصول 107 108 و113 منه، وبناء على كتاب السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 4325 على 5 بتاريخ 29/1/2024، بمقتضاه صدر الأمر المطاع عن الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. الله يبارك عمر سيدي، الله يبارك عمر سيدي، الله يبارك عمر سيدي.
بتعيين السيد رشيد عبد الكبير رئيسا للمحكمة الابتدائية بالمحمدية، والذي تلي بالجلسة العمومية. وبناء على ملتمس السيدة وكيلة الملك، نصرح أن السيد رشيد عبد الكبير قد نصب في منصبه يومه الثلاثاء 10 شعبان 1445 الموافق لعشرين فبراير 2024 على الساعة 11:27 بقاعة الجلسات العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، ونطلب منه أن يلتحق بالهيئة القضائية وأن يأخذ مقعده من بينها، ونرحب به ونسأل الله عز وجل أن يوفقه في أداء مهامه الجديدة، ليكون عند حسن ظن القاضي الأول صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس، دام له النصر والتأييد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة الحضور الكريم، بشعور يغمر باعتزاز كبير والشرف الوفير، أتواجد أمامكم بهذه الجلسة الرسمية مخصصة لترتيب رئيس المحكمة المحمدية. جلسة ستزداد بهاء بحضوركم القوي والوزين الذي يعد دعما للسلطة القضائية وشريفا لها. فشكرا لكم جميعا، كل باسمه وصفتي، والاحترام الواجب لشخصي. هي فرصة لأعبر خلالها عن مدى اعتزازي بالثقة المولوية التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي صادق على مقترح مجلس أعلى السلطة القضائية خلال دورة تنوير من السنة الماضية 2023 بتعييني رئيسا لهذه المحكمة. لئن كان هذا التعيين شريفا في حقي فهو كذلك تكليف أستشعر جسامته، سيدفعني إلى بذل كل ما في وسعي من أجل تحسين الأداء الإداري والقضائي بالمحكمة وإرضاء المرتفقين من سكان هذه المدينة طيبين بصفة خاصة، وباقي المرتفقين المتوافدين على المحكمة بصفة عامة. حضرات السيدات والسادة، كما لا يخفى عليكم إن مفهوم المسؤول القضائي عرف تطورا ملحوظا في إطار أهداف محددة ضمن المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. إثبات المسؤول القضائي هو الآلية المحورية لتحقيق تلك الأهداف على أرض الواقع. وأستدل هنا بكلمة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لمناسبة اجتماع المسؤولين القضائيين عن محاكم الاستئناف بتاريخ 10 يونيو 2021 حينما قال: المسؤول القضائي لا حظ له في النجاح إذا لم يواجه الفساد بصرامة قوية وإرادة صلبة وعزم لا يلين. فدور المسؤول القضائي الذي يعلو على كل أدواره الأخرى هو نشر قيم النزاهة والاستقامة وحماية استقلال القضاء وحياد القضاة وتجردهم. ولذلك فلن يقبل من المسؤول القضائي أن يغض الطرف عما يخدش في هذه القيم ويضر بتلك المبادئ. وتقديرا لما يفرض علي هذا المنصب المسؤولية، فإني أعاهدكم ببذل المجهودات الكفيلة لرفع من سوء ثقة المتقاضين في القضاء باتباع مخطط عمل يقوم على ما يلي: اهتداء إلى مقتضيات مدونة الأخلاقيات القضائية باعتبارها مرجعية أساسية وخارطة الطريق تلزم كافة القضاة بالتحلي بقيم النزاهة والتزام بالحياد والتجرد بمناسبة تصريف العدالة، إيمانا منا بأن الأسس الأخلاقية ناظم جامع لرسالة القضاء ابتداء وانتهاء. الحرص على تحقيق النجاح القضائية بالبدء في القضايا المعروضة على المحكمة داخل آجال معقولة، عملا بمقتضى الفصل 120 من الدستور الذي ينص على أن القاضي ملزم بالبدء في القضايا المعروضة عليه داخل آجال معقول مع مراعاة آجال محددة بمقتضى نصوص خاصة، مستعينا في ذلك بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت عدد 37/23 بتاريخ 21/12/23 حول الأجال الاسترشادية للبدء في القضايا